بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر عما نواله كل كائناته بدون استثناء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وتعرضنا للآية دي كثيرا لأنه كثر الخيانات وكثر ألوان الكفر والعصيان. قال الخمر وقتاش ما حرمت؟ احنا تحدثنا قداش، قلنا لكم العلاج الرباني علاج منطقي علاج تدريجي، ما حد شيء يجي هكا طفرة بل يجي درجات. قلنا كان ربي سبحانه وتعالى فما تسلسل في تحريم الخمر، كان ربي يشير إلى أنه فما خير وشر في المأكولات والمشروبات. وحتى تطور بعد قال الخمر ميسر منافع فيها ومنافع وقتية لبعض أفراد طماع، وقالوا عن الحظ فماشي حكاية حظ. كي تم ربي نزل الهدايات ونزل الفتن وانت مش تختار. قال وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعد قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعد أنتم منتهون. شو مالها فأنتم منتهون؟ يعني يلزمك تقف. ومن أدب الله قال فأنتم منتهون، شو مازالكم بعد الطور هذايا والترتيب هذايا في تضييق من دائرة تحليل الخمر أو الميسر. نعود إن شاء الله تعالى.